ومعانا خبر يعني ده على فكره، اصل بعد يجي يقول لك وانتم بتتكلموا في ايه واحنا في ايه، اللي احنا بنقوله لحضراتكم ده بالتزامن مع اي شيء او اي مباريات على الارض قائمه، يعني ده مش احنا طالعين نخترعه علشان مثلا احنا مستوانا في الكام ماتش الاخرانيين مش حلوين فطالعين نقول اي كلام نغطي على المستوى، لا على فكره احنا زعلانين كلنا، بس خليني اقول لحضراتكم ان احنا عندنا دلوقتي خبر بيتكلم ان اصبح في ماده بيتم تدريسها في جامعه لا ليغا الاسبانيه تحت عنوان كده النادي القرن في افريقيا، نادي القرن في افريقيا والانجح في الشرق الاوسط، دي الماده اللي بيتم تدريسها حاليا في لا ليغا في اسبانيا، يعني سواء حضرتك بقى فخور بالنادي بتاعك واللي احنا عارفين ان كلنا فخورين بيه او حزين دلوقتي علشان في مشكله، فعلى فكره ما فيش ازمه، احنا من حقنا نزعل، وعلى فكره احنا مش هنطلع النهارده ونقول لكم ما تزعلوش خالص، احنا اصلا زعلانين يا كريم وده حقنا ان احنا نزعل، بس انا بقول لحضراتكم مع الزعل ده في اخبار حاجه مشرفه، النادي الاهلي عمره ما زعلنا 100%، حتى هو بنزعل منه بيبقى في حاجات ثانيه على الصعيد الثاني، تلاقي لعيبه بيتم تكريمها، تلاقي لعيبه بتاخد جوائز، تلاقي النادي بيتكرم، تلاقي النادي بيدرس حاليا، فالحمد لله يعني معلش يعني كل ده وارد وكل ده بيحصل، لكن احنا بنتكلم هنا ان دي ليها معايير، قصه ان انت يتم اختيارك وتدريسك في لا ليغا في اسبانيا ليها معايير كبيره واهمها الاداره الناجحه للنادي طوال تاريخه وحجم شعبيته وبطولاته محليا وقاريا ودوليا، لان النادي الانجح في القطاع الرياضي في مصر والشرق الاوسط ده بلغه الارقام يا جماعه مش بكلامنا احنا، كمان خليني اقول لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت كان متواجد في اسبانيا المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره طبعا عشان يشارك في ماجستير الاداره الرياضيه بمقر لا ليغا بمدريد، وهو المحاضر العربي والافريقي الوحيد بالماجستير واللي شارك فيه كبار المتخصصين في صناعه الرياضه في المستوى هنا العالمي يعني او على المستوى العالمي، منهم محاضرين من فيفا والدوري الانجليزي يا كريم والايطالي والامريكي للمحترفين لكره القدم، في حاجه محترمه يعني برضو ما زال تاني هقول ممكن نزعل اوقات كثيره من كبوات بتحصل لنا مع النادي واللي كلنا بنعشقه، لكن على الصعيد التاني ما فيش خبر ما بيبقاش حلو برضو فاهم بيشيل او بيعمل شويه يعني تعادل كده او بيخلي الميزان شويه كفته متساويه، فاعتقد دي برضو حاجه تفرحنا كلنا تاكيدا اللي انتوا النقطه اللي كنت بتتكلمي فيها انا هواد، في نفس الوقت اللي كنا كلنا متضايقين جدا من ان احنا شفنا مثلا محمد الشناوي في مباراه بعينها دون المستوى مش ده المعتاد، في نفس اليوم ده كان الشناوي بيحصل على لقب حارس المرمى رقم بالزبط. واحد على مستوى افريقيا، والكلام اللي بيتقال فعلا كلام مظبوط، ما خلي بال حضراتكم ان لكل جواد كبوه، احنا بنتكلم على فريق كبير وعريق وبنتكلم على تاريخ وبنتكلم على قيمه كبيره جدا، مش موسم من بطوله او بطوله معينه هي لو راحت مننا فده هيهز الكيان، ده موضوع ما فيش مساحه ان احنا نختلف عليه، وبالمناسبه برضو استكمالا للكلام اللي بيتقال فيما يتعلق بتدريس ماده النادي الاهلي كنادي القرن والنادي الانجح على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، مقدمه العرض لماده النادي الاهلي تضمنت شرح عن سوق وعن صناعة الرياضة في مصر بشكل عام ورؤية 2030، ثم تم التطرق إلى تجربة النادي الأهلي الرائدة والأنجح في القطاع الرياضي المصري والشرق أوسطي، وكمان تضمن شرح عن تاريخ النادي وقيمه وثوابت النادي وحجم جماهيريته الأكبر في المنطقة وفقا لإحصائيات رسمية، وكذلك عدد بطولاته المحلية والقارية والهيكل الإداري ووضعه التسويقي المتزايد، حجم ميزانيات النادي الأهلي للرياضات المختلفة الموجودة اللي فيه بالإضافة إلى منابره الإعلامية المختلفة ومؤشرات تزايد أعداد المتابعين والزيارات على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للنادي وتصنيفها العالمي بين أكثر 10 أندية متابعة في العالم، وهو ده مستوى النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي، يعني العالم كله عارف قيمته وعارف وضعه وعارف تاريخه، فمن باب أولى إن احنا شخصيا نكون عارفين ده، وبالتالي رجوعا للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها لكل جواد كبوة ودوام الحال من المحال وبالذات مع حد أو مع كيان زي النادي الأهلي، النادي اللي دايما بيتدارك الأخطاء وما بيدفنش راسه في الرملة، لو في أي مشكلة ما بيقف وبيحللها وبيوجد لها حلول وبيحلها بالفعل، ففكرة ان انت توصل للمرحلة دي حاجة مش سهلة، ده نتاج لعمل ولجهد مبذول بحب ومنتهى الإخلاص ومنتهى الاحترافية من زمن طويل من أجل هذا الكيان وعشاق هذا الكيان.